احنا النهارده في منطقه اللاهون في محافظه الفيوم. طبيعه العمل اللي حصلت النهارده هم حاجتين. اول حاجه رفع الرديم واتاحه هرم سنوسرت الثاني باللاهون للزياره لاول مره. الهرم كان فيه كميه كبيره من الرديم جوه، كانت فيه حوائط واقعه واسقف واقعه، تم ترميمها، تم تدعيمها، تم رفع الرديم، تم عمل سلم لإتاحته للزائرين لأول مرة كخدمة إضافية بنضيفها لهرم جميل من أهرامات الدولة الوسطى، ملك سنوسرت الثاني رابع ملوك الأسرة 12، يعني قرن 19 قبل الميلاد. دي أول حاجة. تاني حاجة، عملوا حفاير في المنطقة في مقبرة من مقابر الأفراد، ولقوا فيها عشرات القطع الموجودة ورا حضراتكم في الفترين دي، من كارتوناج، من تمائم، من أقنعة جنائزية. زي دكتور مصطفى ما قال، ده العمل لسه بيبدأ، احنا لسه بدين في نهاية أو في النصف الثاني من 2018، عايزين نكمل. هدفنا ان احنا لفت الانتباه لمحافظة الفيوم عشان تبدأ السياحة تجيها تاني بشكل أكتر. والمفروض ان ما عادش فيها أهرامات، لا ده لأول مرة إن إحنا بنشوف سنوسرت بينقل المكان من دهشور بيجي هنا. مهندس ذكي جدا اسمه MB، مهندس المعماري الخاص بالملك سنوسرت اثنين. سنوسرت اثنين حكم تقريبا 10 سنين، اهتم بالزراعة واهتم بالري واهتم بتشييد القنوات في كل حتة هنا. الهرم الوحيد بتاعه المدخله من الناحية الجنوبية على عكس الدولة القديمة. الدولة الوسطى بعد كده استمرت المداخل بتاعتها من الناحية الجنوبية، من الناحية الشرقية، من الناحية الشمالية، من الناحية الغربية، كنوع من أنواع تضليل اللصوص.